أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في الموسم الثاني من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وقبل ما نبداو نقدموا شكر خاص للي فانا اللي تبعوا فينا على تعليقاتهم اللي تعطينا دفع كبير باش نواصلوا هالبرنامج بأكثر عطاء وتنوع وجدية، واحنا منفتحين لكل اقتراحاتكم القضايا تحبوا تسمعوها. ما تنساوش باش تشاركوا في صفحة ديوان فام على اليوتيوب البرنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتفعلوا هكا النقوز باش توصلكم إشارة دوب ما تهبط حلقة جديدة. شكرا مرة ثانية على المتابعة والتشجيع والبارتاج. قضية اليوم باش تهزنا الولاية جورجيا الأمريكية، وبالتحديد المدينة في الضواحي متاعها اسمها ماريتا، وموجودة في العاصمة أتلانتا. هالمدينة أغلب سكانها من كبار الفلاحين، ومعروفة بالعديد من المعاهد العليا للدراسات التقنية. أحداث القضية انطلقوا نهار السبت 28 نوفمبر 1992، في بلاصة كلها مزارع وفيرمات وفيلات مضخمة من نوع اللي ما فيهمش لا سياج ولا حاجز ولا حيط ياجور ولا حائط عازل كما عاملين له الصهاينة للفلسطينيين في أرضهم. الحاصل هالفيلات الجار يبدأ بحذا جاره، والجازون يبدأ مفروش قدامهم الاثنين، لا حواجز ولا تل ولا أسلاك شايكة. الحاصل حاجات ما نشوفوهم كان في الأفلام وإلا في البطاقات البريدية. في نفس الإطار وباقي في مدينة ماريتا، اللي طاح والدنيا ولات فارغة توحش، وهزويز وليدات صغار شادين في دين بعضهم ويجري ويلهثوا في وسط الحشيش. حوايجهم كانت مبقعة بالدم، ومن الخزرة متاع عينيهم ظاهر اللي هما مرعوبين من حاجة صارت وصدمتهم صدمة كبيرة. هكا الصغيرات الاثنين ماشيين يجري وطول الدار، الضو متاعها مازال يشعل، ودوب ما خلطوا بداو يدقوا عليها على قوتهم ويسيحوا فماش ما يحلوا لهم الباب، وظاهر اللي هما جايين باش يطلبوا النجدة. الباب تحل وخرج لهم قس، وخلينا نقولوا باباس، ودوب ما شافهم في هكا الحالة تفجع وما فهم حتى شيء من الكلام متاعهم، لأنهم خوفهم وربثتهم خليهم الاثنين يحكيهم مع بعضهم، ما عادش مفهومين وحديثهم داخل بعضه. والحاجة الوحيدة اللي فهمها هكا الباباس هي من إشارات ليدين متاع هكا الصغيرات اللي حبوا يوريوها بصوابعهم كهربا واقفة على بعد 300 متر من داره، وظاهرة اللي هي خرجت على الطريق. ولهنا الباباس دخل لدار وجاب معاه لومب دو بوش، مصباح يدوي وإلا أمباتريك كما يقولوا في المدن الريفية متاعنا قبل. الحاصل هكا القس يعني الباباس مشى مع الصغيرات للكهرباء، ودوب ما خلط تلقاها كات فوكات، اشترها على المادة واشترها الآخر في الحشيش. هو حط يده حل الباب وتهز وتنفض من الفجعة، لأنه طاحت عليه جثة من الكهرباء وترزمت قدامه. وقت اللي شعل عليها لامبا متاعه بالبيل وثبت فيها، لقاها جثة متاع امرأة كانت متكية على البورتيير يعني الباب، وبما أنه الكهرباء كانت مصلوبة ودوب ما تحل الباب طاحت عليه. وهكا المرأة المسكينة اشتر وجه ما ثماش تقول تسلخ سلخان. منظر بشع إلى أبعد الحدود ومرعب، الشي اللي خلى هكا الباباس يبعد الوليدات باش ما يزيدوش يتفرجوا في هكا دمومات، والصورة تبقى لهم راسخة في مخاخهم حياتهم كلها ما ينساوهاش. وبتبيع هكا الباباس فهم أنه هكا الصغيرات كانوا في الكهرباء هذيك، والمرأة اللي كانت تسوق فيها هي أمهم، والله أعلم شنو اللي صار. بالنسبة للأم كان على وجهها آثار متاع كرتوشة من العيار الثقيل، واللي أطلق عليها النار أبو بورتون يعني من قريب برشا، وهكا رصاصة طيرت لها جزء كبير من وجهها، الشيء اللي خليها تفقد عين كاملة والأخرى جزء كبير منها، قشمها زادة ما فماش، والفم متاعها ما بقى منه كان جداق اللوتاني. ما نحكيوش على الدم اللي كان كسيها وكحال،
وغيب بقية الملامح متاعها. مختصر الحديث وبعد فترة من الذهول، وهذا شيء طبيعي، هكا الباباس رجع بهكا الوليدات لداره بسرعة، خليهم في الحفظ والأمان وطلب بالناين وان وان. في تواتر هالأحداث، الأمنيين متاع المراكز المجاورة الكل خلطوا على جناح السرعة، وهكا المنطقة الفلاحية اللي مستانسة بالجرارات وماكينات الحصاد أول مرة باش تولي فيها فيالق متاع كراها بالشرطة، واللي بكلهم خلوضوها في هكا الليل بالوعوة متاعهم. الحاصل الأمنيين تمكنوا من التعرف على هوية الضحية من خلال هكا الزويز وليدات، واللي قالوا أنه الضحية هي أمهم واسمها ساراتو كارس، والاسم هذا ما كانش غريب على الأمنيين اللي جاوا المكان الواقع. يعرفوها مليح لأنها وجه من الوجوه المعروفة في مدينة ماريتا وجورجيا. بوها كان جراح كبير ومشهور، وهي جينيكولوج يعني طبيبة نساء، لكن خيرت أنها تبقى في الدار يعني ما تمارسش المهنة متاعها وتتلهى برجلها وصغيراتها. في ترابط هالأحداث، السؤال المطروح شكون وهاللي فكر باش يقتل المرأة بك الوحشية هذيك وقدام صغارها؟ يعني كيفاش اعتدى عليها في منطقة من المفروض آمنة يسكنوا فيها الأثرياء، وبالتالي الأمن متواجد فيها بصفة مستمرة؟ نقاط الاستفهام بدأت تكثر وتتسارع في ذهن الفريق متاع المحققين واللي باش يتكلف بهالقضية. هكا زوز صغيرات المساكن اللي ولاو يتامى الأم كانوا في حاجة إلى رعاية نفسية بحكم الصدمة اللي تعرضوا لها واللي شافوه، وبالطبيعة تم نقلهم للمستشفى في سيارة الإسعاف، واللي في نفس الوقت هزت أمهم للطبيب الشرعي. زوز مفتشين ركبوا معاهم ورافقوهم وحاولوا باش ياخذوا من عندهم معلومات على ظروف وملابسات الجريمة، بحكم اللي هما شهود العيان الوحيدين وما ثماش غيرهم. وفي وسط هكا ثنية الأمنيين بقاوا مستغربين قدام الهدوء متاع الولد الكبير واللي اسمه ريكي، عمره 6 سنين، وكان على درجة كبيرة من الهدوء بشكل ملفت للانتباه. وهذا ربما يرجع لتأثير الصدمة، ويصير لأنه هو اللي كان قاعد بحذا أمه في الكهرباء وقت اللي اتقتلت، والدم والشظايا متاع مخها جاوها على وجهه وحوايجه، على عكس خوه الصغير اللي كان عمره 4 سنين ومضطرب وداخل بعضه بصفة كبيرة لأنه الشيء اللي شافه أكثر من طاقة التحمل متاعه. وفي نهاية الأمر خوه ريكي هو اللي حكى على مجريات الأحداث، وفاجأ المفتشين بالراحة الكبيرة والوضوح اللي حكى بهم، وقال أنه هو وخوه وأمه كانوا راجعين من دار عزيز وماماته، وثرانتهم عداوا احتفالات عيد الشكر بحذاهم، ودوب ما وصلوا لدارهم وهبطوا من الكهرباء خرج لهم شخص مجهول طويل لابس بكله باللكحل وحاطت على راسه كاغول، معناها وجهه ما يتشافش، وكانت في يده كارابين أكانونسيي، معناها مكحلة أو كارابين الجعبة متاعها مقصوصة أو البرميل مقصوص. والظاهر أنه الشخص هذا كان في دارهم، وكي سمع حس الكهرباء وقفت خرج لهم وتفاجئ بجيانهم. الأم سارة دخلت في حالة ذعر كبير وخافت على وليداتها، وهذا شيء طبيعي، وحاولت باش ترجع للكهرباء متاعها وتهرب بيهم، لكن هكا الشخص المجهول وجه لها الكارابينة هي أولادها وهددها أنه لو كان تتحرك يطلق عليها النار. وبالطبيعة تحتك التهديد متاع السلاح، سارة جبرت باش ترجع لكهربتها، وطلع ولدها ريكي بحذاها اللي عمره 6 سنين، وهالشخص المجهول ركب من تالي ومعاه طفل صغير، وهكا الكارابينة كالعادة موجهة للراس متاع سارة. قال لها أنده سارة خدمت الكهرباء وشدت الثنية، وصغيراتها الاثنين مرعوبين وما همش فاهمين حتى شيء. مختصر الحديث هكا الشخص بدأ يوجه فيها ويقول لها امشي من هنا، دور من غادي، كمل طول، خذ اليسار، خذ اليمين، حتى لينصرا ولات كل ما يقول لها على اتجاه تاخذ العكس متاعو، وهو ما خلاه لها حتى فرصة وأطلق عليها النار، رحل لها الشطر متاع وجهها، وما كانش متقلق بالكل من وجود وليداتها أو فكر حتى لحظة في تأثير المشهد متاع أمهم واللي باش يبقى لهم راسخ طول حياتهم، لأنه كان على غاية كبيرة من الفضاعة.
ما نحكيوش على الكهرباء من داخل اللي ولات حمام دم. والعلمكم أنه أي كارابينة يتم قصان المدفع متاعها أو الجعبة أو البرميل، العيار متاعها يخلف أضرار كبيرة في الضحايا. في تتالي هالأحداث، المحققين ولاو معجبين بكطفل صغير ريكي وبالهدوء متاعه وطريقة تحديثه والسلاسة اللي كان يحكي بها. ومش هذا برك، التصرفات متاعه كانت بطولية بالفعل، وصعيب برشا باش يكون طفل في سن 6 سنين كيف هو يتصرف بالطريقة هذيك، لأنه رغم الطلقة النارية اللي تفاجئ بها من وراه واللي قتلته أمه ودمها غشمه في وجهه وحواجه، ورغم اللي فهم أنه في اللحظة هذيك ربما يفقد أمه إلى الأبد، خبى ديه فرديه وحافظ على الهدوء متاعه. وبعد مقتل سارة مباشرة، المجرم حل الباب ونقز من الكهرباء وخليها تمشي. وغادي في الريكي تمالك أعصابه وخمم بمخه، وبسرعة جاته الفكرة باش يجبد المفتاح من الكونتاكت. وقتها وقفت الكهرباء بعد ما حادت على الطريق وخرجت منه ودخلت في الحشيش وبقات مصلوبة كما ذكرنا لكم. ومن بعد جبد خوه اللي عمره 4 سنين وهو داخل بعضه ونحاله حزام الأمان ومشى هو وياه يجريوا للدار متاع هكا القس يعني الباباس، لأنهم شافوا الضوء يشعل من خلال الشبابك متاعه والباقي تعرفوه. في هالمرحلة هذه من القضية وعلى إثر المعلومات اللي أعطاهم ريكي للمحققين، مشاو لدار سارة باش يقوموا بالمعاينة ويعرفوا كيفاش المجرم دخل، لكن ما لقاوش أثار متاع خلع ما عدا الباب التيلاني اللي كان محلول. والسيستام دالارم يعني جهاز التنبيه لقاوه ما يخدمش، وهذا يعني الشخص دخل المحل بسهولة. ولهنا المحققين افترضوا زوز أشياء، يا إما الشخص المجهول سارق وإلا جاب المتعني لسارة وقصدها ويترقب فيها حتى تجي باش يقتلها. والإجابة في هالمرحلة هذه من التحقيق صعبة برشا. بالنسبة للمحققين، إذا الشخص سارق فإنه مبدئيا ما سرق حتى شيء من الدار، والاحتمال الوحيد أنه ما لقاش الوقت بحكم الرجوع المفاجئ لسارة هي ولادها. شيء آخر وربما يرجح أنه هالمجرم هذا ما جاش من أجل السرقة يتمثل في الطريقة اللي تم بها تنفيذ الجريمة. ومن المفروض في العادة متاع السراق دوب ما يسمعوا أي حس يغادروا المكان اللي باش تتم فيه عملية السرقة، وفي قضية الحال يلزموا يهرب دوب ما يسمع الحس متاع كرهبة سارة، هذا إذا كان فقط جا باش يسرق. لكن اللي قام به الشخص هذا يوضح أنه المسألة فيها أن كريم بريميديتي، يعني قتل مدبر، فبالتالي فيه سابقية إذمار. بعبارة أوضح، أمك الصغيرات سارة هي المستهدفة، والأمنيين يلزمهم يعرفوا دافع القتل. وفي هذا الكل المعلومة الوحيدة اللي اعطاها ريكي على أوصاف المعتدي هو من أصول إفريقية، لأنه شاف لون البشرة متاعه من خلال هكا الزوز القب متاع الكاغول واللي مغطي به وجهه ومظاهرين كان عينيه. وهذا يهز الفرضيات أخرين، زعما يكون شي حد عنده تصفية حساب مع سارة، وإلا أنتو راجاج يعني قاتل مأجور واعتوى أجرته وكلفوه بقتلها. وفي الحالة هذه الأمنيين يلزمهم يعرفوا الكومونديتير متاع هالجريمة، يعني شكون اللي بعثوا ودفع الفلوس من أجل مقتل سارة. لكن في نهاية الأمر السؤال يبقى مطروح، شكون هاللي باش يطمع في ربة بيت ما تخدمش لا هي بصغيراتها ورجلها وما عندها حتى علاقة بعالم المال والأعمال، لا في أطلنطا ولا في غيرها، هايك لا هي بعائلتها ومبدئيا ما ينجم يستهدفها حتى حد، ولا عندها عداءات مع أي كان. والمعطيات هذو متأكدوا منهم المحققين دوب ما قاموا بحث جوار. ولهنا أكيد راكم تتسألوا إيش بيكم حكيتوا الناش على رجلها، وين حيوا، كيفاش هالفوعة كلها صايرة وهو ما فاقش وما وصلوا حتى خبر. الدنيا قامت وقعدت والراجل لا ريحته. هاو جايكم الحديث بالتفصيل. في الجزء هذا من القضية يلزمكم تعرفوا أنه نهارة الواقعة راجل سارة ما كانش في مدينة ماريتا ولا في أتلانتا، وإنما كان بعيد في ولاية ألاباما ومشى لها في أنفواياج دافير يعني خدمة.
والمحققين تمكنوا بعد عدة محاولات باش يتصلوا بيه ويعلموه بالفاجعة اللي صارت. وفي السياق هذا يلزمكم تعرفوا أنه زوج سارة واللي اسمه فريد توكارس كان شخص معروف وأشهر من نار على علم في ولاية جورجيا، وكان يخدم في مكتب وكيل الجمهورية، معناها سوبستيتو دو بروكورو، يعني مساعد وكيل الجمهورية. وكان معروف بالذكاء الحاد متاعو وحنكته وقدرته العجيبة على إقناع الجوري يعني لجان الحكماء، وفي ساعة ما يأثر عليهم ويجيبهم في صف النيابة العمومية. ووقت اللي تشعر بالكذا البس روبة المحاماة ولا أنا أفوكا دافير، وبحكم شبكة العلاقات اللي كونها والكفاءات اللي كانت عنده أخذها مكانة مرموقة في سلك المحاماة، والأموال ولات هابط عليه ميزابات. في نفس السياق من التخمينات متاع المحققين جاء بالهم أنه واحد من المنحرفين أو المجرمين اللي حطهم فريد في السجن يقتل له باش ينتقم من فريد ويقتل له مرته، معناها وقت اللي كان مساعد وكيل الجمهورية وينجم يكون حد من عائلة محكوم بالأعدام بقاو حاقدين عليه، وكيما تشواو في ولدهم اللي باش يتم أعدامه حبوا يتشفاو فيه بقتل مرته. وفي هالمسائل هذه كل شيء وارد، وهذاك علاش الأمنيين عملوا جرد لأصحاب السوابق، واللي فريد راجل سارة كان ممثل النيابة في المحاكمات متاعهم، وعملوا بحث دقيق فيما يخصهم باش يعرفوا إذا كان حد منهم عنده علاقة بهالجريمة. معناها سارة نجم تكون ضحية عملية انتقامية تستهدف رجلها وهي تخلص الفاتورة بالموت متاعها. البحث بالطبيعة ما تقدمش بالكل، والمحققين بقاو في النقطة الصفر حتى لين كلمهم ديتكتيف بريفي يعني مفتش خاص، وقال أنه سارة كانت الحريفة متاعه وكلفته بمهمة، وحسب الكلام اللي قالته له خايف على حياتها ومهدة بالموت. وباقي وعلى لسانها المفتش الخاص واللي اسمه رالف كاردومو قال أنه نهار وهو قاعد في البيرو متاعه وسارة جات قالت له أنه راجلها فريد يخون فيها مع برشا نساء ومورط في عدة عمليات مالية مشبوهة، وصارحته قالت له اللي هي تحب تطلق منه لكن خايفة من العلاقات الكبيرة اللي عنده في القضاء وفي الشرطة لأنه سبق وخدم في الأمن قبل ما يولي مساعد وكيل الجمهورية، وعلى هذا ينجم يعطل لها كل الإجراءات اللي باش تعملهم وما تنجم توصل لحتى شيء، وأساسا يمنحها بكل الطرق باش تتحصل على الحضانة متاع صغارها، وهي ما يهمها في الدنيا كان هما. باقي وعلى لسانها المفتش الخاص قال أنه سارة وقت اللي جات وكانت في حالة يأس كبيرة، وبالنسبة لها الحل الوحيد أنها تثبت اللي راجلها يخون فيها وهكاكة تتحصل على حضانة صغارها، لكن زادت أعطاته معلومات أخرين في غاية من الخطورة. في المرحلة هذه من القضية وبعد ما سارة تقابلت مع المفتش الخاص وكما تعرفوا قالت له أنه الحل الوحيد بالنسبة لها هي إثبات اللي راجلها يخون فيها وعنده أمور أخرى مشبوهة، وهذاك علاش طلبت منه يعني رالف المفتش أنه يتبع ويجيب لها تصاور وتسجيلاته وكل الأدلة المادية اللي تنجم تعاونها في التحصل على حضانة أولادها. وصاته زاد باش يرد باله، وفهمته أنه راجلها نافذ برشا ويده طويلة، وإذا كان يفيق به ربما يعمل له بعض العمايل ويخلي السولات يسحبوا منه رخصته وما عادش ينجم يخدم كمفتش خاص. لكن الخوف زاد الكبير متاع سارة من راجلها هي إمكانية أنه يتخلص منها إذا استوجب الأمر، لا لي شيء باش ما تتحصلش على حضانة صغارها، وعلى هذاك ولا ملازمها في كل لحظة من حياتها. واللي زاد خوفها أكثر هو التحول الكبير في حياة راجلها فريد، يعني وقت اللي سلم في مهنته كوكيل نيابة في المحكمة ولا محامي، وبالطبيعة مش هكاكة لأنه عمل الخلط من زعماء ورجال العصابات للمتحايلين في سوق الأموال وغيرهم، وبما أنه الفلوس ولات أكداس وهابط عليه ميزابات ادخل في البذخ بأنواعه من سهريات ورياقات، وبطبيعة الحال المميسات اللي تلقاهم في عالم الأثرياء وبنات الليل بأنواعهم.
والحورة فام تاع فريد راجل سارة هما من كبار المتاجرين بالمخدرات والمهربين بأصنافهم، وبالطبيعة كمحامي ما يخدم كان معاهم وما يقبلش قضايا أخرين ما عدا هما. وهذاك علاش عطاوه كنية ضمان الرجل، وهو بالطبيعة كان عامل جو على هالكنية. وخلف هذا البيبان الكل كانت محلولة قدامه. السيد يعفس في ليموزين، يعني كهربة من أثخم ما فما، وعاملها مكان للحميميات متاعه. يستقبل فيها الباغيات وبائعات الهواء ويتصل بيهم مش هاتفيا، جنسيا داخلك السيارة. والمسألة هذه كان يعرفها حق المعرفة، وخاصة المفتش الخاص رالف كاردومو، واللي تابع في حركاته وسكناته مليح مليح وموثقهم كما يقولوا صورة وصوتا. المحققين في هالمرحلة هذه عرفوا أن فريد كان ياخذ جزء من العائدات متاع المخدرات وحصة من تبييض الأموال اللي يقوموا بها العصابات المافيوزية، ويحطهم في حسابات خارج الولايات المتحدة، يعني دي كونت أوفشور، مثلا في جزر الكاريب باش يتهرب من الضرائب والشرطة الفيدرالية الاف بي اي ما تفتنش بالمعاملات المشبوهة متاعه. وما ننساوش بالطبيعة أنه في الأثناء يشحم في العجلة، يعني يرشي برشا مسؤولين وشخصيات نافذة بخلاف الأبواب. هالوضعية هذه متواصلة من اللي صار جابت صغيرها الثاني، ومن وقتها راجلها انغمس في أفاريات وملذاته وما عادش موجود في الدار أصلا، وهي في كل مرة طالب بأكثر حضور حتى لينها المطالبة ولات خلاف ثم عرك، والعلاقة وصلت لطريق مسدود. وسارة قالت الراجلها بصريح العبارة تحب تطلق، وكل يوم تعاودها له، وهو وقتها يدخل في سينة أخرى، لكن ما غير حتى شيء من سلوكه، باقي مواصل في الاستهتار متاعه والسهريات والرياقات والمميسات وخذوهات. في الحقبة هذه من القضية المفتش الخاص رالف كاردومو أعطى نصيحة ثمينة لسارة، قال لها إذا كان عندك وثائق يورط فريد صورهم واعطي منهم نسخة المحامي تثق فيه وراجلك ما عندوش تأثير عليه، ونسخة أخرى خبيها عند صديقة أو صديق تعرفه ما يبيعكش مهما كان الثمن. وخلف هذا زاد قال لها أنه الوثائق هذم يحميوك وقت اللي تدخل في إجراءات الطلاق، وينجموا يضمنوا لك الحضانة متاع أولادك من غير ما تولي حياتك في خطر. وبطبيعة الحال سارة كانت تعرف أنه فريد راجلها مخبي بارشا كشوفات بنكية وأوراق أخرين يثبتوا أنه يتعامل مع بارونات المخدرات وتبييض الأموال، وثم زاد أدلة مادية واضحة على المبالغ اللي تم تحويلها الحسابات والأوفشور متاع جزر الكاريب. ملخص الحديث، سارة كانت تملك حجج اللي تنجم تهز فريد للفينغا، لكن يقول القائل وين موجودين هالأدلة والبراهين؟ في الكوفر فور، يعني في الخزنة متاعه اللي موجودة في الدار. وسارة تعرف الأرقام اللي يحلوا هالخزنة، لأنها برشا مرات وقت اللي يحل الكوفر فور تسرق نظر من غير ما يفطن بها، وتتبع مليح الأرقام اللي ينزل عليهم باشك الخزنة تتحل. وهي نفسها حلتهم في غياب وبرشا مرات، وطلعت على الوثائق الموجودين فيها، وبالتالي عملية أنه تعمل منهم نسخة بسيطة جدا. في ترابط الأحداث سارة عملت اللي قللها عليها كالمفتش الخاص، واستخرجت نسخ من الوثائق متاع رجلها، واعطت منهم نسخة للمحامي ونسخ أخرين الوحدة صاحبتها، ورجعت الأصول للكوفر فور. وبطبيعة الحال لهنا سارة ولات مسخنة راسها بهاك الوثائق، وبدأت تمارس في الضغط على رجلها فريد، وقالت له بالحرف الواحد أنه إذا ما يطلقهاش ويسلملها في الحضانة تبلغ عليه ويدخل للحبس، وعندها ما يثبت تورطه مع المافيا متاع أتلانتا. وفي الأثناء سارة كانت تعمل رد خبر رالف كاردومو المفتش الخاص المكلفته بهالقضية هذه، وقالت له اللي هي هدت رجلها بالحبس إذا كان ما يطلقهاش
وهالحديث هذا صار بينها وبين المفتش أيامات قبل الواقع. في تسلسل هالأحداث المفتش الخاص متاع سارة وقت اللي سمع بيها تقتلت بالوقت مشى للشرطة واعطاهم التفاصيل بكل، وبما أنه يكسب مصداقية عند الأمنيين وبحكم اللي خدمته كمفتش خاص يتعامل معاهم ويتعاملوا معاه، المحققين وبناء على الشهادة متاعو حطوا فريد توكارس راجل القتيلة سارة على رأس قائمة المتهمين، وبعبارة أوضح ولا هو المتهم الرئيسي الوحيد في القضية، والدافع متاع القتل كان واضح وجلي، الحضانة متاع الولاد. لكن حسب رأي نهج التريبيونال الدافع الأكبر هو الوثائق اللي تورطوا مع المافيا وتعاملوا في تبييض الأموال وفلوسه اللي صب فيها في الحسابات الأوفشور في جزر الكاريب، وهذوما وحدهم يتكلفوا له بطه متاع سنوات سجن، وبالطبيعة باش يفقد حضانة صغاره حتى كيشد 5 سنين فقط. معناها عملية قتل زوجته وأم صغاره هي حماقة كبيرة بالنسبة لنائب وكيل جمهورية واللي من بعد ولا محامي، ولو كان قبل الطلاق صغاره يبقاو موجودين وينجم يشوفهم في أي وقت، وبالتالي الأقرب للواقع دافع القتل هي وجود نسخ من الوثائق اللي تورتوا عند مرته سارة. ولهنا السؤال المطروح بالنسبة للمحققين، كيفاش اقتل سارة وهو ما كانش في أتلانتا وإنما في سفرة عمل في الألاباما؟ وخلف هذا وحسب شهادة ريكي ولد سارة قال أنه القاتل أفرو أمريكان، يعني أمريكاني أسود البشرة من أصول إفريقية. ولهنا المحققين رجعوا الفرضية لتيوغا غاش، معناها القاتل المأجور، واعتبروا أنه بحكم علاقة فريد مع المافيات والمجرمة ما كانش صعيب عليه باش يدبر واحد يقتله مرته ويخلصه. لكن كيفاش الشرطة باش تلقى دليل مادي يأيد هالفرضية هذه عليه؟ وزعم فريد كي باش يستنطقوه يعترف لهم؟ هذه من سابع المستحيلات. وخلف هذا ودونه السيد كما تعرفوا كان بوليس ولا وكيل نيابة ومن بعد محامي، إذن كيفاش باش ينجموه؟ الحل الوحيد اللي قدام المحققين هو العثور على القاتل أو المنفذ متاع الجريمة، على أمل أن وقت اللي تم عليه القبض ويحكيوا معاه يعترف ويقول شكون اللي كلفه بالمقتل متاع سارة. وللشي هذا الشرطة قامت بإعلان أنها باش تقدم مكافأة مالية $25,000 لأي واحد يعطيها معلومة دقيقة توصل للقبض على الجاني، معناها عليها كالأفرو أمريكا اللي نفذ الجريمة. ودوب مخرجها الأعلان وماكم تعرفوا الفلوس تعمي نفوس، امرأة اسمها تيوز ديوار اتصلت بالشرطة وقالت لهم اللي هي تعرف حق المعرفة الشخص اللي قتل سارة، ومش تعرفوا برك السيد خوها مرة واحدة واسمه كيرتيس، مدمن على المخدرات وخاصة الكراك. وأكدت لهم أنه نهار 29 نوفمبر روح للدار عقاب الليل مبلحت بالدم وطلب منها باش تغسل له دبشه وتمسح له سبادريه. باقي وعلى لسان هالمرأة هذه قالت أنه خوها جاي يتبجح بالعملة متاعه ويتفوخر بها، وحتى من غدوة حكيها لأصحابه وعاود لهم بالتفصيل كيفاش قتلها المرأة البيضة واللي هي من أعيان أتلانتا. ولهنا ومقابل $25,000 هكا الأخت باعت خوها وهوك على القليل أسلح الحاجة. لكن النجم زادا نسميوها تصرف مدني، ولو أنها الأخت هذه ما تكلمت إلا ما فما مكافأة. مختصر الحديث أنها الأخت هذه بعثت خوها لدار الضيافة ويمكن للمشنقة، والشرطة بالطبيعة هبطت على كيرتيس هذا، وكي اقتحموا عليه الدار لقاوها متخبي تحت فرش، وطول هزوه مسلسل بالهلالو وهو ولا مرعوب، وهكا الشيخة متاع الكراك طارت من راسه، لأنه يعرف حق المعرفة أنه أي أفرو أمريكان يقتل حد من الطبقة الثرية متاع البيض في أتلانتا المآل متاعه هو الإعدام. ملو الكيرتيس حب يتهرب من المسؤولية وقال اللي هو كان ناوي باش يخوفها، لكن الكرهبة متاعها تسطعت في حجرة والكرتوشة خرجت وحدها. قالوا له انت من أصلك شمطلعك في كرهبتها وكيفاش تتجرأ باش تهددها
وتقتلها وأولادها يخزروا. ولهنا المحققين كي حاصلوا كيرتيس بالأسئلة وما عاد يلقى ما يقول، خذا المحطة الثانية متاع الاعتراف وباش يبدأ يورور على كل شيء بالباء والتاء. في نفس الإطار من التحقيقات، كيرتيس قال للمحققين أنه واحد اسمه إيدي لورنس هو اللي كلفه بمقتل سارة مقابل 5000 دولار، وقال أنه في الحالة اللي هو فيها حتى ب$500 كان يقتلها، لأنه ديما في حاجة للفلوس بحكم الإدمان متاعه للكراك. والشرطة بتبيع مشاو على جناح السرعة لإيدي لورنس، وظهر هو زاد أفرو أمريكان، معناها من أصول إفريقية، لكن لبس عليه. الرجل تنخى وعنده أنتربريز دو رينوفاسيون، معناها عنده مقاولات متاع تجديد بناءات، وكان أنيق برشا ومغروم بروحه ويحب يظهر الثراء متاعو، ويقولوا عليه اللي هو ملياردير وصاحب علاقات ونافذ. وما عجبتوش الحكاية هذه كيفاش الشرطة جات وسلسلت وهزته. سي إيدي لورانس هذا ما كانش غريب بالكل على هالساحة، وطلعوا شريك شكون؟ شريك فريد توكارس، راجل الضحية المسكينة سارة، وشريكه في برشا أفاريات. وما كانش صعيب على المحققين باش يربطوا الخيوط، وثرنتو فريد هو اللي طلب إيدي هذا باش يدبر له حيد يقتل له مرته سارة. وإيدي بما أنه مقاول دبر له حيد خدام أحزام، أما في عوض بالبالة أو كبالفرد، معناها جاب له كيرتيس. وباش ما نخبيوش عليكم، كيرتيس هذا هو خو السكرتيرة متاع فريد راجل سارة. وشكون هي السكرتيرة متاع فريد؟ هيك المرأة اللي صبت بخوها من أجل 25,000 دولار، يعني تيوز داي وار. أش قولكم في هالتخلويضة الأخطبوطية؟ في ترابة الأبحاث والتحقيقات، المحققين فهموا أن فريد هو مدبر العملية، مما لا يجعل مجال للشك. والأمنيين باش يعملوا له فجعة باهية طلبوه في التليفون وقالوا له راهو تم إلقاء القبض على السيد اللي قتل سارة، واعترف بكل شيء وقال أنه نفذ الجريمة من أجل الفلوس. الخبر هذا هبط على فريد كالصاعقة، ونهارتها كان في دار نصيبه، معناها بو سارة مرته، ووقتها هز روحه ورجع للوتيل اللي ساكن فيه، ومن غدوة الناس الكلها تطلب فيه وهو ما يجاوبش. ووقتها كلموا الشرطة ومشيت خلعت باب البيت اللي بات فيها ليلتها، ولقاوه ملطوخ في القاعة فاقد الوعي، وثرنتو فريد شرب حكة كاملة متاع أقراص منومة، معناها حب ينتحر. وخلى رسالة يقول فيها أنه فقد الأمل في الحياة من اللي ماتت مرته سارة، وأنه من غيرها ولا عايش في جحيم. مختصر الحديث، فريد لقفوه وهزوه للسبيطار ونسيبه هو اللي تلها بيه. وقت اللي برا عمل ندوة صحفية قال فيها اللي هو بريء من تهمة قتل سارة مرته، وحتى حد ما صدقوا وأولهم نسيبه اللي تلها بيه. وقت اللي تم استنطاق فريد بصفة رسمية، طلبوا منه باش يوضح لهم برشا حاجات، ومنهم مسألة الالارم متاع الدار واللي كانت ما تخدمش، في حين أن ولاد سارة أكدوا أنهم وقت اللي خرجوا أمهم خدمتها باش تجربها. وسألوه شكون اللي خلى الباب التيلاني محلول، وشكون اللي عنده المعلومة على أنه سارة وولادها يرجعوا في ليلتها للدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وبعد صمت كبير، فريد كان يعرف اللي ماهوش في صالحه بالكل أنه يسكت، ووقتها بدأ يقر. وفي الحقيقة ما اعترفش هكاكا، لأنه المحققين فهموه أنه ملف الإدانة متاعه كامل وشامل، وأنه واحد كيفه هو كان مساعد وكيل جمهورية ومن بعد ولا محامي، ويعرف حق المعرفة أنه في قضية كمن هذه ينجم يتحكم بالإعدام. في نفس السياق من التحقيقات، فريد بدأ في الاعترافات وقال اللي هو كان يسال إيدي لورانس هذا 70,000 دولار، وقال له اللي هو مستعد يسامحه فيهم إذا كان يلقى له حد يقتل له مرته سارة. وإيدي هذا كان يعرف اللي فريد يحب يقتل مرته باش ما تكشفلوش هكا الدوسية متاعه. وفي قالب بعضه ولاو 3 متهمين في السجن
يستناو في المحاكمة متاعهم. وهم على التوالي فريد توكارس، شريكو إيدي لورينس، وراجل المهمة القذرة كيرتيس وار. بالنسبة لفريد وإيدي دفعوا إن كوسيون، يعني فدية في انتظار المحاكمة. وكيرتيس بما أنه فقير رب العالمين ابقى في الحبس، لكن فريد حريته ما دامتش برشا لأنه تشد في قضية أخرى وما فيهاش صراح مقابل فدية، لأن قضية راكات يعني متاع ابتزاز ورفعوها ضد جماعة ابتزهم في فلوس. والمحاكمة الفعلية في قضية مقتل سارة ما بدأت كان في عام 1997، وفريد جاب معاه أكبر المحامين متاع الولايات المتحدة، والفاتورة تكلفت له بملايين الدولارات. وخلف هذا زاد خلص برشا شهود متاع زور بالطبيعة من هكل مجرمة وبارونات المخدرات باش يبيضوا له صورته. مختصر الحديث في هالمحاكمة هذه، فريد ما أظهر ولا ندم، وحتى في الشهادة متاع ولده ريكي واللي بكاه قدام القاضي على ميمته شي يحمم القلب، وكلامه كان مؤثر برشا على مقتل أمه لدرجة أنه بكى الحاضرين الكل في قاعة المحاكمة. ورغم ذلك الشيء هذا ما كان عنده حتى وقع على أبوه فريد، اللي ما تحركت له حتى شعرة وما قام بحتى ردة فعل وقت اللي سمع الحكم اللي تسلط عليه مع شريكه إيدي كيرتيس، واللي هو السجن مدى الحياة. وما تظنوش أنه الحكاية وفات لهنا، لا، ما زالت فيها كمالة. في نهاية القضية فريد حب يلقى منفذ ويتجنب الحبس، واقترح على السلطة باش يتمتع بالبروغرام دو بروتكسيون دي تيموان، يعني البرنامج الفيدرالي متاع حماية الشهود، مقابل معلومات ثمينة على تجار المخدرات والمهربين وعصابات المافيا اللي يعرفهم. والبرنامج هذا معروف في أمريكا، وأي واحد يتعامل مع السلطات الفيدرالية يخرجوه من الحبس ويبدلولو الهوية متاعو ويغيرولو المكان متاع إقامته باش ما تصيرش عمليات انتقامية ضده. وفي نهاية الأمر الشرطة الفيدرالية طفاو فريد، ما حاجتهمش بالمعلومات متاعو وخلاوه في الحبس، وبقى في سجن من سجون ولاية البنسلفانيا حتى لين مات موت طبيعية في ماي 2020 وعمره وقتها 67 سنة. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج ناجة تريبينال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع مضي ساعتين على ديوان فام. ناجة تريبينال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.